بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، مع هذه الأيام المباركة ومع حلول شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى فيه أن يجعله عام خير وبركة وفرج للناس أجمعين، أن يفرج عن إخوتنا في غزة، أن يرفع عنهم هذا البلاء والوباء، وأن يرفع عنهم تسلط الأعداء، وأن يرد الأعداء، وأن يجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. أيها السادة المشاهدون المشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون المشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. قبل أن أتلقى الاتصالات أخذ بعض الأسئلة من الفيسبوك ثم أعود لاتصالاتكم. عم تقول: والدي عمره 88 سنة، مريض وبدأت تظهر عنده علامات الإصابة بالزهايمر، فهل يسقط عنه الصيام وهل يجب دفع الكفارة؟ هلأ إذا أصابه الزهايمر بشكل كامل، يعني الزهايمر معناته هو فقد عقله خلاص، هلا هو لا يجب عليه الصيام. أما بدأت تظهر علامات، إذا ما صام تدفعوا عنه الكفارة، إذا يعني بيصوم وبيصحى وبيوعى هون بتدفعوا عنه كفارة صيام، والله أعلم. بناخذ اتصال. ألو 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 ألو، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم ألف خير، يا أهلا وسهلا. أخي العينك، بدي أسألك سؤال. تفضلي. الله شريك، بس لا ترد علي، بس إنه بس لسكر. طيب. ألو، معك أنا. تفضلي. أيوة. إذا كان قديش نصاب الزكاة؟ قديش؟ 60 مليون تقدر على الذهب وعلى الفضة. دقيقة بس، قديش؟ على الذهب تقدر 60 مليون وعلى الفضة 20. أيوة. مثلا إذا كان عنده مبلغ مثلا، وفي مبلغ جديد مثلا لسه ما حال عليه الحول، شو هلا احنا دائما انه امتى انت بدا معك النصاب؟ مثلا من السنه الماضيه من رمضان. هلا اجى رمضان، اخر رقم موجود عندك بتطالع عليه زكاه، ان شاء الله يدخل قبل بيوم او يومين المال. يعني انا ما عاد تهمني المال اللي بيدخل باثناء الحول، انا اول الحول معي 40 مليون. هلا اليوم فات الحول الجديد، قديش راس المال اللي عندي؟ مثلا 100 مليون، طالع عن 100 مليون. طيب في مبلغ فات مبارح بينحسب، اللي قبل منه بينحسب. المهم انه يوم الحول اللي وجب علي فيه الزكاة شو معي مال بطالع عليه زكاة. باخذ اتصال. الو السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على البرنامج القيم المفيد، رمضان كريم إن شاء الله. الله يديمك، نعاد عليك إن شاء الله بصحة وسلامة. سؤالي مو بس مو عن رمضان لو سمحت. تفضلي. إذا واحد له حسنات وله سيئات، له حسنات بيساعد الفقراء وبيمشي له راتب وكذا، وله سيئات بعدين بأواخر عمره صار يرمي بلا على الناس وعلى ناس ويكره ناس ببعضهم وهيك، ف ومات. فيا ترى الحسنات، بيقولوا حسنات تزيدنا السيئات، واتبع الحسنة السيئات تمحوها. نعم. ايوه. طيب انا شيخنا انا فهمت السؤال، فهمت السؤال. اذا بدهم يوضحوا لهم للناس، يعني بيقولوا مذكروا محاسن اموالكم. نعم. فاذا بدهم يوضحوا لهم للناس انه هذا كذب كان، وليش عم يرمي، كان عم يرمي بلا وكذب وهيك، فهذا سيء، ما بيجوز بنعمل هيك ولا بيجوز؟ معليش. هلا نحن منقول: ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. يعني أنا ما بدخل بين العبد والرب، لكن أنا بعرف قواعد موجودة بالقرآن الكريم بالسنة النبوية. ربنا قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كما ذكرت قبل قليل من حديث رسول الله.
ولكن هذا كله إذا لم يكن هناك حقوق عباد. هلأ في حقوق عباد وفي اثنين مختلفين بناء على وشاية من الميت وهي وشاية كاذبة. لا أنا ببين هلأ للعائلتين بعد موته بطلب منهم يسامحوه، لأنه إذا ما سامحوه في وقفة بين إيدين الله، هاي نميمة، هاي إيقاع بين الناس بالشر. يعني الحسنات بتبقى بس في سيئات، وهون إذا غلبت سيئات الحسنات الأمر خطير. يعني هو خلط عملا صالحا وآخر سيئا. اللي لله الله بيغفره، بس للعبد هذا بده استسماح واستئذان من الناس حتى يسامحوه. فإذا سامحوه إن شاء الله نرجو الله له المغفرة. باخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة بارك الله عليك الشهر وبركاته. رمضان كريم. الله يبارك فيك. الله يخليك. لو سمحت هلا حضرتك قلت إنه 60 مليون زكاة الذهب، طب لا. المليون قديش بيطلع عليه؟ المليون 25,000. 25,000. نعم. تمام، شكرا شيخنا، يعطيك العافية. على راسي، أهلا وسهلا. باخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. بركة طاعتك شيخي. الله يبارك فيكم يا هلا. الله يخليك يا رب. شيخي الكريم، عندي ثلاث أسئلة. على راسي، تفضلي. الله يسلمك، يسلم راسك. السؤال الأول صغير كتير، هو المناكير بيعزل الوضوء؟ هلا المناكير بتعزل الوضوء، يعني إذا واحدة توضت وحطت مناكير وصليت ما في إشكال، لكن إذا انتقض وضوءها وبدها تتوضى وضوء جديد بدها تزيل المناكير بالأسيتون بغيره وتتوضى، لأنه هي طبقة عازلة. مناكير مثل الطلاء تبع الدهان نفسه، يعني بيعزل وصول الماء إلى الظفر أو الجلد. السؤال الثاني. تمام شيخي. السؤال الثاني، أنا عندي 70 غرام ذهب يعني بيني وبين ولادي، أنا ماني لابستهم، إنه حاططهم بصندوق، بيطلع عليهم إنه زكاة؟ شو بتقصدي بينك وبين ولادك؟ يعني شارية لبنتك هي ولبنتك هي؟ أيوة تمام. بس كل وحدة فيكم بيطلع معناتها أقل من 30 غرام محم. أيوة تمام. ما بيطلع عليكم زكاة، لأنه أنت ما بتملكي 70 عمليا، في ملك لبنتك هي وملك لبنتك هي وملك إلك. هلا لو حطيتيهم سوا خلطتيهم ما بيطلع عليهم، لانه في املاك خاصه. أيوة كل وحده ما تملكه بيطلع اقل من نص النصاب، فعمليا ما بيطلع عليكم. الله يعطيك العافيه شيخي. السؤال الثالث بعد اذنك. تفضلي. صديقتي لها منفصله 5 سنوات، فتعرفت على ابن الحلال وتزوجوا بعقد عرفي. طيب لهم 3 سنوات بعقد عرفي، هو بيدخل لعنده وبجيب له حوايجه وهالقصص هاي. هلأ من الجديد فزوجه حابب يرجعه انه يلم شمل عيلته، هو كان يعامله كتير معاملة سيئة، لهالسبب انفصلوا. هلأ حابب انه يرجعهم مع بعضهم يصيروا عيلة كاملة، فهي هون ضايعة انه انا متزوجة وبالسر وما حدا بيعرف، انا شو بدي اعمل بحال انا؟ طب بدي اترك بشق العقد وانتهى الامر، ولا لازم انه يلفظ الطلاق حتى؟ هلا زوجها الاول مطلق بالمحكمه، كان بالمحكمه ايه، ومضيت العده وتزوجت هذا الثاني. ايوه بعد اذا الزواج بعد عده 6 شهور تزوجت. تمام. هلا اذا الزواج الثاني هو عقد صحيح شرعا، فهلا اذا هي حبت ترجع لزوجها الاول بتطلب من زوجها الثاني يطلقها. اذا ما طلقها هي على ذمته، ما بينفصل هذا العقد الا يا عن طريق قاضي يا الزوج. هون بالقضاء مو موجود عقد، يعني إذا بتعمل إخراج قيد تعتبر مطلقة مو مزوجة، فعمليا بده يطلقها زوجها الثاني وتلتزم بأحكام العدة بعد الطلاق، بعدها بترجع لزوجها الأول بعقد جديد، غير هيك ما في حل. باخذ اتصال. ألو. إذن أتلقى بعض الأسئلة من الفيسبوك ثم أعود لاتصالاتكم. أنا شاري محل تجاري بالتقسيط وأول دفعة فوق النصاب وبده 2 سنين ليخلص القسط، هل يحق عليه الزكاة؟ هلأ أنت محل تجاري، يعني بتقصد أنه محل تجاري هو للتجارة، هيك مقصود تجاري، أنه أنت اشتريته للتجارة والدفعة الأولى فوق النصاب. طبعا بدنا نقيم هالمحل اليوم شو بيسوى اللي انت اشتريته،
قديش عليه ديون، بنحذف ديون، بنخلي اللي دافعهم طلع في عندك فوق النصاب مثل ما عم تتفضل، بيطلع عليه زكاة المال، لأنه هو للتجارة مو للعمل انتشاري. باخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، مساء الخير. مساء الأنوار، يا أهلا وسهلا. لو سمحت شيخنا بدي أسألك، هلأ إذا واحد متوفي بيسووا له حجة بتصله؟ إذا واحد متوفي لازم أنه يعملوا له حجة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام سألته امرأة إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو أن على أبيك دين أكنت تقضينه عنه؟ قالت نعم. قال فكذلك الحج. بمعنى أنه قاس رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق الله على حقوق العباد، فإذا ما حج الإنسان لعجز، لمرض، لكبر أو لموت يحج عنه. عند الحنفية إذا وصى يجب أن يحج عنه، أي نعم، وإذا ما وصى عند الشافعية يخرج عنه حجة البدل. باخذ اتصال. ألو. 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 ألو، أهلا وسهلا. مرحبا شيخي. ميت أهلا وسهلا ومرحبا. ممكن أسألك على الفطرة؟ إيه تفضلي. تفضلي. فطرة رمضان قديش على الشخص؟ فطرة رمضان هي 25,000 ليرة سورية على الشخص. باخذ اتصال. ألو. ألو، يعطيك العافية. الله يعافيك. رمضان كريم. نعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة. لو سمحت شيخي بدي أسألك، هلا نحن مبارح وقت أذن على التلفزيون ونحن فطرنا وطلع ما له مؤذن يعني لسه بالجامع. هلا أنا بهمني إنه إذا شفتي الروز نامة، إيه إمتى بالوقت مثلا أنت فطرتي؟ قبل هذا الوقت تبع الروز نامة ولا بعده؟ إيه. هلا المؤذنين أحيانا بيحتاطوا بيأذن قبل بدقيقة. هلا بهمني أنا الروز نامة، إذا كان التوقيت قالوا مثلا 44، أنا قبل 43 أنا فطرت، أعتبر يعني 44 مثلا بيأذن المغرب على فرض، أنا بالدقيقة 43 شربت بفطر. الفجر نفس الشيء، إذا أنا قبل بدقيقة أذن وشربت وكان لسه مو مقدم ما بفطر. فعمليا أنا بدي أشوف بدقة الوقت، فهيك بدنا نحسبها. طيب ماشي، سلم إليك. على راسي، أهلا وسهلا ومرحبا. بأخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيكم، يا مرحبا. بدي أسألك شيخنا، خالتي، عندي خالتي عمرها شي 55-56 سنة إن شاء الله، وبتصوم بس ما بتصلي، يعني بتصوم في الترديد وكل شي بتصوم بس ما بتصلي. طيب شو الحكم يعني؟ كثير يعني بنقلها صلي بس ما بتصلي. هلا منقول. وفي سؤال ثاني. تفضلي. هلا الواحد اذا كان مثلا عم يعمل ختمه برمضان وما خلصها برمضان بيقدر بيكملها؟ تمام. هلا عمتك عمرها 55 سنة بتصوم وكذا وكل شيء منيح فيها بس ما بتصلي، منقلها يعني الله يهديها ويصلحها. طبعا الصيام فرض والصلاة فرض، يعني ما بصير تترك الصلاة ولازم تبقى صايمة. فهلأ فرضا ما عاد صليت، ما من إلا تركي أيضا الصيام، لازم تصوم، هذا ركن وهذا ركن. ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى الهداية والصلاح، واللي ما كملت ختمتها برمضان بتكملها بعد رمضان، لا ضير في ذلك إن شاء الله. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. ألو، يعطيك العافية. الله يعافيك، هلا. أنا أم عمر من الشام. أهلين أم عمر، أهلا وسهلا. بس بعد إذنك، أنا الدورة أجتني نهار التنين الماضي. طيب. أنا لليوم صليت 9 أيام، أنا اليوم لسه ما صمت، فيني صوم من بكرة؟ بس أنا عم شوف لهم بني بارح واليوم. بتكملي للعشرة أيام يعني بكرة فيني صوم؟
لا ما فيكي لحتى تري البياضة الخالص. يعني كفي بكرة على 10 أيام. تمام. بعدين على 11 صوم. إذا بتصومي إن شاء الله. ولو ما كان على الحنفي بتصومي. ما في. أهلا وسهلا ومرحبا. باخذ اتصال. ألو. 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 أهلا وسهلا. يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيكم. يا هلا. يخليك يا رب. شيخنا أنا بدي أسألك إنه أنا عندي أيتام. وزوجي متوفي. تمام. وإذا بتحق علي الفطرة أو بتحق إني أدفع صدقة. هلا أنت زوجك متوفي وعندك أيتام، شان صدقة الفطر يعني أنت لا تملكين النصاب، عندك نصاب؟ كيف يعني شيخي؟ نصاب يعني عندك مقدار 20 مليون على الفضة مثلا؟ لا والله ما عندي. ما عندك، فلحنا منقول على المذهب الحنفي لا يجب عليك أن تدفعي صدقة الفطر، وكان الله في عونك إن شاء الله. ناخذ اتصال. ألو. سلام. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخي. الله يعافيك. أهلا وسهلا. الله يخلينا يعطي بارك فيك. أدامك الله يا مرحبا. شيخي سؤال بس. تفضل. والدتي أنا مريضة عندها كذا مرض يعني ضغط وسكري و... نعم. يعني هي عم تعاني من الصيام كثير، فينا تفطر وتدفع فطرة وتدفع زكاة الفطر ولا شو؟ الطبيب شو قال؟ هلا الطبيب قال لها يعني إذا عم تعاني إذا عم تحسي إنه الصيام عم يأثر عليكي لا افطري أفضل لك وادفعي زكاة الفطر. هلا إذا الطبيب حاذق وعم يقول إنه هذا الصيام بضرها بتفطر وتدفع كفارة، إذا الحالة دائمة بتدفع كفارة. أما إذا الطبيب قال لها لا فيكي تصومي بدها تصومي. باخذ اتصال. الو. 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 اهلا وسهلا. مرحبا. يا ميت هلا. كيفك شيخي؟ الحمد لله. يا اهلا وسهلا ومرحبا. عندي سؤال. تفضل. شيخي هل يجوز النكاح في رمضان؟ يعني تقصد النكاح يعني عقد النكاح يعمل عقد زواج الواحد ولا يمكن؟ لا مضاجعة. هذا بالنهار ما بيجوز طبعا، من الفجر للمغرب. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني من المغرب لقبيل الفجر. ناخذ اتصال. ألو. 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 أهلا وسهلا. الو. الو. اهلا وسهلا. لو سمحت شيخ بدي اسال على شغله. اي تفضلي. شيخ انا يعني امبارح واليوم عم يصير عندي تمشيح دم، يعني صيامي مزبوط او لا؟ دوره تبعك ولا خارج وقتها؟ خارج. قد ايش صار لك خالصه من الدوره القديمه؟ تقريبا شيء اسبوعين. يعني اذا هو خارج وقتها بيكون هذا يعني نزيف، بمعنى انه استحاضه، تتوضي وبتصلي وبتصومي. باخذ اتصال. الو. الو. اذا برجع للاسئله التي ترد من الفيسبوك واعود لاتصالاتكم. ما حكم قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لعذر؟ هلأ عند الشافعية إذا كان ميت وهو فقير يصام عنه، إذا ميت وفقير يصام عنه. عن مذهب الحنفي لا، بده يدفع كفارة قولا واحدا. أنا بدي أعمل طفل أنبوب، بجوز أفطر وصوم بعد رمضان؟ لا ما بجوز، لأنه هذا ممكن أن يفعل بعد رمضان، أي ما في ضرورة. يعني يجوز تأخير قضية طفل الأنبوب، ما في شيء مستعجل إنه الآن بدنا نعمله، نعمله بعد ما ينتهي شهر رمضان وبيكون معنا سعة في ذلك. باخذ اتصال. ألو. 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 أهلا وسهلا. ألو. يعطيك العافية. الله يعافيك. يا هلا. كيفك شو أخبارك شيخ؟ الحمد لله. أهلا وسهلا. لو سمحت هلا إذا الوحدة كانت مثلا هي وصغيرة
نعم. كان على مثلا كان عليها دين صوم وهي ما صامتهم، يعني مثلا وقت اللي كبرت. يعني عمليا عليها دين الصيام لسه ما صامتهم، مو هيك السؤال؟ ايه تمام. بتقضيهم هلا؟ يعني بتقضيهم. ما بتعرف قديش العدد. بتقدر تقدير وبتقضيهم هلا بعد رمضان ان شاء الله. باخذ اتصال. الو 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 اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله، عندي اولاد بنتي ايتام، بجوز اعطي من الفطرة تبعنا للاولاد. اولاد بنتك، انت بدك تعطيهم ولا زوجك؟ زوجي بده يعطيهم. لا ما بجوز، انا احفاده هن. مو احفاده؟ هم الايتام. نوصلنا الصوت اذا بتريدي واسمعينا من السماعه. هلا هن ولو ايتام، طالما هن اولاد بنته او اولاد ابنه، هذول احفاده، يجب عليه ان ينفق عليهم. هو يجب عليه ان ينفق عليهم لانه هذول يعتبروا من الفروع، فما بجوز يعطيهم. باخذ اتصال. الو الو، يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكم. الله يعافيك. كلام وانت بخير ان شاء الله. وانتم بخير. ميت اهلا وسهلا. علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه يا رب جميعا ان شاء الله. تسلم يا رب. دكتور هلا في الفطره ما لازم اعطيناها لاختي، اختي متهجره. اي بجوز، ولك الاجر والثواب. اعطيها لها ولا لزوجها؟ لا لاختك اعطيها بالذات مباشره مني لاختي. ابدا، والاجر مضاعف. وفي سؤال ثاني دكتور. تفضل. في عندي طفل مريض انا، عرفت علي كيف؟ بس هذا الصبي هو نعم، فعم يقول لي اليوم بده يصوم، ومبارح انا شفته بالصيام يعني تعبان، يعني بجوز ما صومه؟ هلا هو بيرجع للقدره على الصيام، يستطيع. عشر سنين ومريض، لا تخليه يصوم لحتى يصح بيصوم ان شاء الله. يعني ما بيحق عليه الصيام؟ لا يجب عليه لانه ما بلغ، بس نحن بنشجعه على الصوم. هو لكن الدكتور بده يصوم يعني ما عم يبكي. تمام، بس بما انه مريض لا، منفطره ومنقول له ان شاء الله بس تتحسن بتصوم باذن الله. ناخذ اتصال. الو الو الو، اهلا وسهلا. مرحبا شيخ. الحمد لله، لو سهلة بدي أسألك سؤال. تفضلي. أختي جوزة ما بصوم، يعني ما في أعذار، يعني إنه مريض ولا ما في شيء، فهو الحمد لله بس ما بصوم، بده يطالع كفارة. إذا صحيح ويستطيع الصوم لا يجوز له أن يدفع الكفارة. الكفارة لا ما بجوز. الكفارة هي في حالة العجز عن الصيام. هو عم تقولي ما في شيء وجسمه صحيح بس ما بيحب الصيام، لا هذا الأمر لا يجوز له ذلك، ويجب عليه أن يلتزم بأحكام الصوم وهو ركن من الأركان الإسلامية. ناخذ اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخي، مبارك طاعتك. الله يبارك فيكم يا أهلا وسهلا. شيخي اللي عم بتقول زكاة الفطر اني 25,000 صحيح، واللي ما عنده استطاعة 25,000 قديه فيه يدفع؟ ليش ما عنده استطاعة؟ لا يملك يعني المال؟ اكيد. وما عنده نصاب، يعني ما عنده مصاري ولا عنده شيء، صح؟ لا. ايه خلاص، على المذهب الحنفي لا يجب عليه. ماشي، كتر خيرك. على رأسي، اهلا وسهلا. باخذ اتصال. الو الو الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ميت اهلا وسهلا. شيخي انا تأمنت بهدول الاسئله. على راسي. الله يسلمك. شيخي السؤال الاول، عندي جارتنا عمرها 70 سنة وهي بنت ما هي متزوجه. نعم. وعم تسال عن زكاه، انه بفيها طالع زكاه من مونه بيتها؟ هلا سمنة سكر رز هالقصص هاي بتقدر تطالع زكاة من بيتها؟ عند الحنفي بجوز. تمام. السؤال الثاني. نعم. والدتي عندها أقل من 30 ذهب بس هي كل سنة بتطالع عليهم، يعني بيقدر عليه رب العالمين يعني بجوز؟ معها أقل من شو؟ أقل من 30 غرام ذهب. أي الله يجزيها الخير، ما على المحسنين من سبيل، يعني كتر خيرها
والله يعوض له ويزيدها ان شاء الله من نعيمه. الله يسلمك شيخ. السؤال الثالث، اخوي بكربلاء. نعم. بيجوز انه نحن هون نطالع له فتره صيامه؟ ايه بيجوز، بيوكلكم بس بطلعوه على سعر البلد اللي هو فيها، شوفوا قديش تقدرت هنيك بالقيمه اللي هي هنيك ببعث لكم اياها لهون. ايوه هلا بكربلاء ما في يعني في بلا في هنيك يعني في تحديد مقادير وبيقولوا له مقدار صدقه الفطر هالقد، فبيقولكم طالعوا بمقدارها بحلب بالشام الى اخره. ماشي شيخ، يسلموا كثير، الله يجبر بالخاطر. اهلا وسهلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا، باخذ اتصال. الو 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 الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخنا هلا، يوم الثلاثة الماضي خلصت دورة. طيب اليوم اجتني. الثلاثة الماضي كم يوم دورتك كانت؟ 7 ايام. واليوم كم يوم صاروا؟ نعم، هدول كم يوم انضافوا للسبعة؟ لا هي 7 يعني، يوم الاثنين الماضي انا انضفت منه. بعرف كم يوم صار ماضي بعد الثلاثة، عدي لي كم يوم. 8 ايام. خلص معناتها هي استحاضة، يعني هي نزيف، بتصومي وبتصلي وكل شيء، لأنه بعد العشرة صاروا. باخذ اتصال. ألو ألو، مرحبا. أهلا وسهلا. شيخي بسألك لحظة أختي سائلة، بس لحظة، هلا عم تقول الثلاثة، هلا إحنا اليوم الثلاثة، أنت عم تقولي الثلاثة الماضي يعني 8 أيام وكانوا 7، دول 15 يوم. أنت هلا شفتي بتصومي وبتصلي، إذا هيك السؤال يعني أنا ما أكون فهمته غلط. تفضلي أختي السائلة، معك أنا، تفضلي. بسألك زيادة الحواجب حرام ولا حلال؟ الحواجب إذا كان الزوج يريد ذلك يجوز، أما للصبية لا يجوز إلا ما كان يعني في تشويه. يعني اليوم القصة صارت هي موضة، ما عاد هي شغلة هلا مو موضة، بس الحواجب كتير قليلة، لما بده الواحد يعمل يخططها بده تلفت نظر أكثر من إذا كانت ذراعة. إيه إذا في زوج ولا ما في؟ لا في زوج. والزوج يريد ذلك؟ إيه. خلص مع الزوج لحنا على طول، توكلي على الله. على رأسي، أهلا وسهلا. مريضة. ألو. نعم. حماتي مريضة. إيه. وهي بتاخذ معها مرض بالقلب يعني ركبة شبكات، وهي بتاخذ خارجيتها من أولادها، بجوز طالع فترة ولا لا؟ هلا إذا معها ما معها مصاري، ما عندها مال، ما بتطالع. هلا اذا اولادها بيطالعوا لا الله يجزيهم الخير كلهم 25,000، اما هي ما يجب عليها على المذهب الحنفي اذا لا تملك النصاب. اما اذا وحده معها ذهب والذهب يعني بايديها شيء 85 جرام لا يجب عليها تطالع. باخذ اتصال. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور أنا زوجي، أنا نعم. زوجي توفى عنا زوجة، أنا عمري 75 سنة. نعم. 75 سنة وعندي مرض اكتئاب، أنا داخلة بالعدة هلأ. نعم. بس بنتي قريبة علي قالت لي ماما تعالي أخذك لعندي ونامي عندي هالليلة، مع العلم إنه بنتي ما عندها حدا ذكور بالبيت أبدا، بصير؟ لا ما بصير. ليش ما تجي تنام هي عندك؟ عندها عائلة أولادها. هلا أنت ما معك حدا بالبيت؟ لا ما معي. هلا إذا ما معك حدا وعندك اكتئاب ومضطرة فيكي تنقلي لهنيك، بس ما بقى ترجعي لهذا البيت. ما بقى يعني أرجع لبيتي؟ إيه ما بترجعي، بدك تكملي العدة كلها عندها. يعني هلا يجوز النقل من البيت مثلا إذا كانت تستوحش المرأة لوحدها. عندي شغالة. إيه خلص معناتها ما بيجوز. ما بيصير؟ ما بيصير. طيب. باخذ اتصال. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اسأل سؤال؟ ايه تفضلي. هلا زوجي بيربي سمك بالبيت. نعم. بجيبهم صغار وبكبرهم. طيب. بده يسحب هدول السمكات انه حقهم غالي كثير وبدهم تدفئة بالشتاء. بده يسحب قرض على بناء انه هذا المشروع مشان يركب طاقة شمسية مشان يشغل سخانات عليها. طيب انه هو هذا مشروع وبيدفع عليه انه بالشهر 650، انه بياخذه بالسنه فائده عليه
مو فائدة عفوا، انه مربح من المشروع اللي هو عم يعمله. هاي بنك اسلامي؟ ما بعرف. هلا البنوك الاسلامية عاملة للطاقة فبيجوز، يجوز ما في اشكال مع البنك الاسلامي. ايه تمام، شكرا كثير. على رأسي، اهلا وسهلا. باخذ اتصال. الو الو مرحبا، اهلا وسهلا. بس بالله سؤال. ايه تفضل. على البخاخ تبع الانف. البخاخ تبع الانف، بخاخ الانف. ايه بفطر. ايه بفطر. هو دائم ولا مره واحده استخدمه؟ لا دائم. بشكل دائم يعني؟ ايه. هلا نحن بنفتي انه هذا مريض، وهذا المريض يعني عجز عن الصيام فبيتحول للكفارة. هلا في قول يعني للمجمع الفقهي انه هذا رزاز ودواء والى اخره، ما اعتبروه من المفطرات، لكن انا اميل الى الرأي الاول، بقول انه هذا من المفطرات، واذا الحالة دائمة بيتحول للكفارة. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، كما ابتدأنا بالدعاء لإخوتنا في غزة، نعود فنقول: اللهم يا رب فرج كربهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، أترككم بعون الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.